هاي دين. هاي أمجد، ازيك؟ سوري اتأخرت عليك، أنا آسفة جدا. ده لا مفيش حاجة. تشربي حاجة؟ لا شكرا، ثانك يو. أنا بس كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع كده، فحسيت إن إحنا نتقابل أحسن. بخير، اتفضلي. بص يا أمجد، أنت ما ينفعش خالص اللي أنت بتعمله ده. إيه اللي أنا بعمله؟ لا مش فاهم. بطريقتك دي بوسي عمرها ما هترجع لك. بعدين انا مش شايف ان انت عملت حاجه كبيره قوي كده تستحق كل ده اصلا. كل المتجوزين بيتخانقوا ويتصالحوا عادي، فمفيش داعي بقى لكل الاعتذارات والاسف اللي انت عمال بتقدمهم دول. بوسي عمرها ما هتلاقي زيك، لان انت اصلا مفيش زيك. اشكرك يا امس، مش الدرجة دي. لا أنا مش بجاملك عشان تشكرني، أنا بقول الحقيقة. أنت فعلا مفيش زيك يا أمجد. يعني تقدر تقول لي مين بيعمل كده دلوقتي؟ الحب الصادق ده والكرم الزايد ده طبعا، غير الشخصية، كاريزما، الذكاء. أنت فعلا مفيش زيك. ده أنا؟ عارفه ان بوسعين عمرها ما قالت لي حاجه زي كده. عشان ملكاك اللي تملكوا الايد تزهدوا النفس، معروفه. بوسي لازم تحس ان انت مش ملكها، وان انت ليك العالم بتاعك الحلوه قوي من غيرها كمان. انا على فكره بقول لك كده يا امجد عشان ترجع لك. فكرك هي ممكن ترجع لي فعلا؟ ما انا بقول لك اهو، هي مش هتلاقي زيك اصلا. بس هي عمرها ما هتعرف كده غير لما تحس ان انت بتضيع منها فعلا. صدقني دي صاحبتي وحبيبتي وانا عارفاها كويس قوي. بس المشكله دي ان انا فعلا ما عنديش حياه بعيد عن بوسعين. انا بقالي كتير جدا كل اهتماماتي يا بوسعين على الشغل. خلاص سيب الموضوع ده عليا، ده انا اتمنى ان انا اكون سبب رجوعكم لبعض. مش عارفه ارد عليك اقول لك ايه. تقول سلمتك نفسي يا تينا. حاضر، سلمتك نفسي يا تينا. برافو، يلا بقى هات الحاجة اشربها. متر.